اهلا وسهلا بيك يا شباب، معاكم محمد الجمال من تيم 5 ميديكس، وهنتكلم دلوقتي باذن الله عن بارت 5 عندنا في الفسيولوجي اوف سيريبرال كورتكس. هنتكلم عن الاريز انفولفد ان لانجويج. عمليه الكلام يا جماعه بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن رده فعل لحاجه انت سمعتها او لحاجه انت شفتها. ممكن تكون شفت حاجه وحشه في البيت فقعدت تتكلم عن الحاجه الوحشه دي، تقول لهم يا جماعه ما تعملوش، يا جماعه ما تخلوش. ممكن يكون حد بيكلمك فانت بترد عليه. عملية الكلام بتكون ردة فعل لحاجة انت سمعتها او لحاجة انت شفتها. عندنا في الكلية لما بيجوا يشرحوا الـ Area Involved in Language بيتكلموا عنها ازاي، بيقوم جاي يشرح لك كل Area ويتكلم لك عن السايت والفانكشن ولو حصل فيها ليجن الناتج اللي هيحصل عندنا. الطريقة دي بتخليك انك تحفظ كل Area على حدة، بتحس ان القصة منفصلة، كأني جايب لك شخصيات في القصة واقول لك كل واحد منهم بيعمل ايه، فانت تضطر تحفظ كل شخصية على حدة. لكن لو انا حكيت لك القصه بشكل عام، انت لما هتيجي في الامتحان هتفتكر القصه وتبدا تعرف شخصيه كل واحد منهم كان بيعمل ايه في القصه بتاعتنا. فهو ده اللي احنا هنعمله بالظبط. هناخد اول حاجه السايت بتاع كل الاريا، بعد كده ناخد الفانكشن بتاعت كل الاريا، بعد كده نقوم جايين واخدين لو حصل ليجن في كل اريا هيحصل عندنا ايه، فاحنا هندرسها كل واحد منهم على حده. فده اللي احنا هنعمله بالظبط. اول حاجه نبدا بالسايت. قالك ان احنا عندنا عمليه الكلام دي عمليه مشتركه ما بين language area و non language area. يعني ايه؟ انت دلوقتي لما بتكون عايز تتكلم او بتقول حاجه بتتكلم ازاي؟ ممكن يكون حد بيكلمك فانت بترد عليه، فهي رده فعل للايه؟ للي انت سمعته من الشخص التاني. طيب، او ممكن يكون رده فعل الحاجه انت شفتها. الحاجه اللي انت شفتها ممكن تكون اي حاجه، مثلا في البيت شفت مثلا حاجه مش معدوله، حاجه ما اعرفش ايه، فانت رحت جاي متكلم. شفت شخص قدامك فانت اتكلمت. شفت حاجه مكتوبه قدامك بتقراها عشان كده انت اتكلمت. فبالتالي عمليه الكلام بتكون رده فعل لحاجه انت سمعتها او لحاجه انت شفتها. فبالتالي عندنا non language area مهمه عندنا في الكلام، هي ايه؟ هي عندنا الفيجوال اريا والاوديتوري اريا. قالك ان احنا عندنا الفيجوال اريا بيكونوا موجودين فين؟ زي ما احنا قلنا موجودين عندنا في الاوكسيبيتال لوب. قلنا الاوكسيبيتال لوب ده مهم عندنا عشان عمليه الفيجن. احنا عندنا الاوكسيبيتال لوب بيكون متقسم ارقام كده، اللي ورا خالص ده بيكون 17، بعد كده قدامه 18، بعد كده قدامه 19. دي كان سميناها ايه يا جماعه؟ سميناها برودمان اريا. فعندنا اريا 17 اللي بتكون ورا خالص دي بيكون اسمها البرايمري فيجوال اريا. دي اللي بتستقبل عندنا الاحساس بالفيجن، يعني انا اشوف الحاجه قدامي ده بستقبله برايمري فيجوال اريا. بعد كده عندنا اللي وراها على طول اسمها فيجوال اسوسيشن اريا، يعني انا مثلا اشوف الحاجه قدامي بشوفها بالبرايمري. طب شفت الحاجه قدامي قلت ان الحاجه اللي قدامي دي مسند، فسرتها ازاي ان هي مسند؟ فسرتها بالاسوسيشن اريا. يبقى الاسوسيشن اريا هي دي اللي بتدي معنى للحاجه اللي انا شفتها. يبقى انا شفت بالبرايمري، بعد كده فسرت عرفت الحاجه دي ايه بالاسوسيشن اريا. لو واحد بايظ عنده الاسوسيشن اريا، الشخص ده هيكون شايف الحاجه قدامه تمام التمام، بس ما يعرفش هي ايه، ما هوش عارف يدي اللي بيشوفه ده معنى. فهي دي فايده الاسوسيشن اريا. طب لو ما فيش برايمري يبقى مش هشوف اصلا، طب انا هدي معنى لايه طالما مش بشوف اصلا؟ فهي كده بالظبط. احنا عندنا دي البرايمري فيجوال اريا ودي الفيجوال اسوسيشن اريا. البرايمري بتكون اريا 17، الاسوسيشن بتكون 18 و19. طيب نكمل. احنا قلنا الكلام ردة فعل اللي انا بسمعه واللي انا بشوفه. نشوف بقى اللي احنا بنسمعه. قال لك بقى ان احنا عندنا اللي بنسمعه بيكون موجود عندنا ايه؟ بيكون موجود عندنا اللي هي البرايمري اوديتوري اريا، دي اللي انا بسمع بيها. طيب عشان ادي للي انا سمعته ده مينينج بديه بالاسوسيشن اريا. انت عندك كل الحيوانات بتسمع، الحمر بيسمع، القرد بيسمع، كله بيسمع، بس علشان يدي للكلام اللي انت بتقوله ده معنى بيديه بالاسوسيشن اريا. فالاسوسيشن اريا دي هي اللي بتفرقنا عن اي حيوان موجود، هي دي اللي بتدينا معنى للكلام اللي احنا بنقوله. فاحنا عندنا دلوقتي ده الحاجات اللي بتتعلق عندنا بالفيجن، ودي الحاجات اللي بتتعلق عندنا بالهيرنج. ولازم نعرفكم حاجه ان احنا عندنا البرايمري اوديتوري اريا دي بيسموها اريا 41 و42، وعندنا بقيه الحته دي اللي موجوده عندنا في السوبيريور تمبرال جايروس دي بيكون اسمها ايه؟ اريا 22. يبقى ما عدا الحته دي بيكون اسمها اريا 22. فعندنا اللي هي الاسوسيشن اريا اوديتوري اسوسيشن اريا دي بتكون موجوده عندنا في اريا 22. كده احنا خلصنا النون لانجوج اريا اللي مهمه عندنا في الايه؟ في الكلام. طب ايه بقى الحاجات اللي بتفيدنا في عمليه الكلام ذات نفسها؟ قبل ما نقول اللانجوج اريا لازم نوضح عندنا نقطه. احنا عندنا الفيجوال اريا والاوديتوري اريا هما الاثنين بيكونوا موجودين عندنا بايلاترال. بايلاترال يعني ايه؟ يعني موجودين عندنا في الرايت هيمسفير وفي الليفت هيمسفير. لكن عندنا اللانجوج اريا دي بتكون موجوده عندنا فين؟ بتكون موجوده عندنا في
هيمسفير واحد بس، يا اما رايت يا اما ليفت. طيب انا بحدد ازاي؟ قال لك الشخص مثلا اللي بيكتب بايده اليمين بيكون اللانجوج اريا دي موجوده في الايه، في الليفت سايد، واللي بيكتب بايده الشمال بتكون موجوده عندنا في الرايت سايد. دي بتكون موجوده فين؟ في الدوميننت هيمسفير. فالدوميننت هو اللي بيكون العكس، بتكتب باليمين يبقى في الشمال، بتكتب بالشمال يبقى في اليمين، لان احنا عارفين ان احنا عندنا الفايبر بتكون كروزد للاوبوزيت سايد. يبقى احنا اول معلومه لازم نعرفها ان اللانجوج اريا بتكون موجوده في جانب واحد من البرين، بتكون موجوده فين؟ في الدوميننت هيمسفير. كلام. طب ايه بقى الحاجات اللي بتفيدنا في عمليه الكلام ذات نفسها؟ قال لك ان احنا عندنا في الكماله بتاعه السوبيرور تمبورال جايروس بيكون موجود عندنا في الحته دي برضو في اريا 22 حاجه اسمها فيرنكس اريا. هنفهم الوظيفه بتاعتها كمان شويه. يبقى احنا اللي احنا نعرفه ان احنا عندنا الفيرنكس اريا دي بتكون موجوده عندنا في اريا 22 ورا الهيدوتري اسوسيشن اريا. وعندنا بقى بالشكل ده كده يا جماعه، عندنا لما نيجي طالعين مع اللاترال سالكس لحد فوق بيكون موجود عندنا هنا في اريا مهمه كمان في الكلام اسمها ايه؟ اسمها سوبرا مارجينال اريا، او الاسم التاني اسمها اريا 40. طب لما نيجي طالعين مع السوبيريور تمبورال سالكس طالعين معاها لفوق لحد هنا بيكون موجود عندنا اريا، الاريا دي اسمها ايه؟ اسمها انجيولار جايروس. احنا عندنا فيرنكس اريا، سوبرا مارجينال، وانجيولار جايروس. طيب في عندنا بقى اريا كمان مهمه جدا معانا في السبيتش اسمها موتور سبيتش اريا، بيكون اسمها ايه؟ بيكون اسمها بروكاس اريا. يبقى بروكاس اريا او موتور سبيتش اريا. عندنا الحته دي اسمها سنسوري سبيتش اريا، يبقى دي موتور سبيتش اريا، دي سنسوري سبيتش اريا. يبقى تعالوا كده نراجع الدنيا مع بعض، دي البرايمري فيجوال اريا، دي الفيجوال اسوسيشن اريا، البرايمري اوديتوري اريا، عندنا اللي هنا الاوديتوري اسوسيشن اريا، في كماله 22 موجود عندنا الفيرنكس اريا، عندنا اريا 40 سوبرا مارجن اللي هي لما تيجي طالع مع اللاترال سالكس، ولما تيجي طالع مع السوبر تمبرال سالكس هتلاقي عندك اريا 39 اللي هي الانجيولار اريا، وعندنا اللي هنا اللي هي البروكاس اريا. احنا كده درسنا السايد بتاع كل اللانجوج اريا اللي موجوده معانا. هنتكلم بقى دلوقتي عن الفانكشن بتاعت كل الاريز. احنا لما هنحكي القصه دي وانت تفهمها يعني يا دوبك دقيقتين، هتلاقي نفسك حفظت كل الفانكشن بتاعت الاريا من خلال القصه دي. هتحكي القصه تعرف وظيفه كل واحد منهم. نبدا على طول. احنا قلنا عمليه السبيتش بتكون رده فعل لحاجه انا شفتها او حاجه انا سمعتها. فنبدا اول حاجه، انت مثلا لو حد بيكلمك وعادي يقول لك كلام كلام كلام، انت بتسمع الكلام اللي هو بيقوله ده بالبرايمري اوديتوري اريا اللي هي اريا 41 و42. انا عرفت ان في صوت بيتكلم بواسطه البرايمري اوديتوري اريا. بس يعني تخيل واحد بيقول لك ازيك عامل ايه، انت لو ما عندكش غير البرايمري اوديتوري اريا هتبقى بالنسبه لك ازيك عامل ايه دي زي صوت القطر، هما الاثنين نفس بعض ما لهمش معنى. يبقى ازيك عامل ايه ده صوت، ده صوت بس، مش هتعرف تفسر اي حاجه ثانيه. ده لو انت بتسمع بس بالبرايمري اوديتوري اريا. طيب علشان افسر كل الكلام ده الى كلمات الى words بعمله ايه؟ بعمله بالassociation area، بفسره لعندي كلمة ازيك وعامل ايه. يبقى انا فسرتها مثلا عن الصوت بتاع القطر، هما الاتنين ما بقوش شبه بعض، دي بقت عبارة عن كلمات وده عبارة عن صوت تاني. يبقى انا دي إيه؟ بتسمع بس، يبقى انا عرفت ان في صوت موجود. الassociation بتقسمها لي الى كلمات، يبقى دي كلمة وكلمة وكلمة، مش بسمع اي صوت وخلاص. بعد كده بقى بناخدها من الاسوسيشن اريا تقوم جايه رايحه موديها عندنا على الفيرنكس اريا، ودي اهم اريا موجوده معانا. شايفين احنا حطينا فين؟ حطينا في السنتر. من غيرها بقى عمليه الكلام والفهم والقصه دي كلها خلطبيطه باظت. فانت عندك الفيرنكس اريا من اهم الارياز اللي موجوده معانا. دي بتعمل عندك ايه؟ بتاخد الصوت اللي هي سمعته ده والكلمات اللي هي خدتها تاخدها من الاسوسيشن اريا وتبدا تعمل فيها ايه؟ تبدا ان هي بقى تحلها. ازيك عامل ايه ده؟ يعني ده معناه ان شخص عايز يطمن عليا، فانا معناها ان انا هرد عليه بالجمله الفلانيه، اقول له مثلا الحمد لله. يبقى هي بتعمل حاجتين، بتعمل عندنا اناليسيس ذا ساوند، وبعد كده بتقوم جايه مديانا الفكره او الحاجه اللي احنا عايزين نطبقها او عايزين نقولها. هي كده بالظبط. بالتالي عندنا نعيد كده الكلام كام مره، الاوديتوري اريا هتسمع صوت بس صوت القطر زي صوت الكلام. هتبدا دي تفرق لك الكلام عن اي صوت تاني اللي هي بالاسوسيشن اريا. تبدا بقى تعمل اناليسيس الساوند ده وتعرف معناه وتعرف بيقول ايه والمفروض ترد عليه بايه بواسطه الفيرنكس اريا. احنا عندنا وصلنا ان الفيرنكس اريا خلاص هي حللت الصوت وبدات ان هي خلاص ادتني الفكره اللي انا ايه المفروض ارد بيها. طيب نتخيل بقى ان الحاجه اللي انا عايز اعملها دي او اللي انا عايز اتكلم عليها حاجه مكتوبه، مثلا انا في خطاب وعايز اقرا حاجه قدام الجماهير، هعمل ايه؟ اول حاجه هقوم جاي باصص على الورقه. فانا لما هبص على الورقه هحس ان هي كانها شخبطه زي اي حاجه موجوده في الكون.
زي يعني مثلا الشخبطة اللي على الورقة، زي الشخبطة اللي على الحيطة، زي الزخارف اللي على الكنب، زي اللي معرفش ايه، ده كله بصيت البرايمري فيجوال ايريا، انا شايفه خلاص، بس مش عارف اي حاجة تانية، مش عارف افسر او اقسمها لحتت صغيرة، فدي بالبرايمري فيجوال ايريا. طيب بديت افسر حاجات لكلمات، ان دي عبارة عن كلمة وكلمة وكلمة، دي بسم الله الرحمن الرحيم، فسرتها كلمات، الكلمات دي فسرتها ازاي بواسطة الفيجوال اسوسيشن ايريا، فرقت الزخارف عن الكلام اللي مكتوب عندي في الورقة. انا بقى علشان الفيرنكس ايريا، الفيرنكس ايريا لا تستقبل الا اصوات، زي ما قلنا اناليسيس اوف ساوند، هعمل ايه، هاخد بقى الحاجة اللي انا شفتها دي احولها لصوت، احولها لصوت بواسطة ايه، بواسطة الانجولار ايريا اللي هي ايريا 39، دي بتحول عندنا الكلمات المكتوبة الى صوت، فتقوم جاية رايحة موديها عندنا لمين، موديها عندنا للفيرنكس ايريا، والفيرنكس ايريا دي تبدأ تحللها وتفهم معناها وتبدا تدينا الفكره اللي احنا هنقولها. فاكرين يا جماعه لما كنتوا بتشوفوا مثلا في القصص وفي الافلام واحد قاعد يقرا الرساله، قاعد يقرا ايه، تلاقي الراجل ساكت قاعد يقرا وخلاص، وتلاقي في صوت كده طلع لك في الخلفيه قاعد يقرا الرساله معاك، اللي هو بصوت الراجل اللي بيقرا، بس هو لا شفايفه بتتحرك ولا حاجه. فهو ده اللي عندنا بالظبط، ايه اللي قعدت تقرا الرسائل دي وتحولها عندي لصوت، هي دي الانجيولار فيروس. فانت افتكر لما تشوف اي واحد في اي فيلم وهو قاعد ما بيتكلمش والرساله قاعده تتقرا بصوت عالي، اعرف ان اللي بتقراها عندنا هي الانجيولار فيروس، الانجيولار فيروس هي اللي بتحول عندي الكلمات المكتوبه الى ساوند، فبالتالي تستقبلها عند الفيرنكس ايريا وتبدا تدينا هي كمان الفكره. طيب بعد كده الفيرنكس ايريا هتعمل ايه، تبدا بقى تدي رده الفعل اللي هي هتعملها على حسب هي هتعمل ايه. افرض انا مثلا انا بقرا خطاب وعايز ان انا اقرا الخطاب ده بصوت عالي، ابدا اتكلم، او مثلا حد كلمني زي ما احنا ازيك عامل ايه، فانا عايز ارد عليه بالحمد لله، هعمل ايه، هتكلم بايه، بلساني، فهقوم جاي رايح موديها للموتو سبيتش اريا اللي هي مين، اللي هي البروكس اريا اللي هي اريا 44 واريا 45. اريا 44 دي مهمة عندنا عشان اللانجوج برودكشن، ان انا اتكلم بواسطة البروكس ايريا، هي مش هي اللي بتكون انفولفد في الكلام ذات نفسه، لا هي اللي بتخطط ازاي او هتحط البروجرام اللي انا هتكلم بيه او الكلمات اللي انا هقولها، تبدأ تحط البروجرام للحركات مثلا بتاعة اللسان اللي انا عشان اطلع الكلمة بالشكل المناسب والحاجة المناسبة، فدي اللي بتعملها عندي هي اريا 44. طب انا عشان اتكلم بجرامر، يعني اقول مثلا اللي هو فعل فاعل مفعول به، كلمة ورا بعضها، ما اقولش جاء العربية يركب احمد، كده الكلمة ملهاش معنى، ليه؟ لأن أنا مش عاملها بجرامر، مش ماشية ورا بعضها، لأ لازم أقول إيه؟ يركب أحمد العربية، فبالتالي أنا مشيت إزاي؟ بجرامر، بترتيب متوالي، الترتيب ده البروجرام اللي حطهولي أو المسار اللي حطهولي أو الخطة اللي اتحطت لي علشان أمشي بيها اللي حطتها لي هي البروكس إيريا، يبقى البروكس إيريا مش هي اللي بتتكلم، البروكس إيريا هي اللي بتحط البروجرام، بتحط الخطة اللي أنا همشي عليها. علشان تقوم جايه رايحه موديها للبرايمري موتور ايريا، عشان البرايمري موتور ايريا تقوم جايه بعت الاشارات بتاعتها للسان عشان اللسان يتحرك وفقا للبروجرام اللي حطيته عندنا مين؟ البروكس ايريا. زي ما احنا اتفقنا البرايمري موتور هي بس بتقول لهم اعملوا الحركه، تستقبل البروجرامات سواء من البري موتور سواء من البروكس سواء ما اعرفش ايه، وتبدا بس ان هي تامر ان هي تعمل الحركه دي وخلاص، لكن مش هي اللي بتحط البروجرامات ولا هي اللي بتنظم. فاحنا اتفقنا لو دي انا هرد على الشخص بكلام. طيب افرض مثلا واحد كان بيقول لي مثلا في حصة املاء، اخوك مثلا الصغير او انت عايز تمليه علشان ايه، يتمرن على الكلمات، هتعمل ايه، هتقوم جاي ماسك الورقة في ايدك وتقعد ايه، تقول له اكتب، فهو علشان ياخد الكلمة اللي انت قلتها له هيبدأ ان هو ايه، هيبدأ ان هو يسمح، بعد كده يقوم جاي رايح موديها على الفيرنكس ايريا عايز بقى يكتبها، هيكتبها ازاي، قال لك ان هو عشان يكتبها بيقوم جاي رايح موديها من الفيرنكس ايريا موديها على الهاند سكيلد ايريا. بس استنى، انا علشان اكتب الكلمه احنا قلنا املاء، فانا عايز اكتب الكلمات بسبيلنج صح، فالسبيلنج عشان اكتبه صح محتاجه عندي السوبرا مارجنال جايرس. السوبرا مارجنال جايرس دي بتكون عباره عن ايه، قال لك السوبرا مارجنال جايرس دي بتكون عباره عن اريا بتساعدني علشان احدد السبيلنج بتاع الكلمه ازاي، يعني كانها بتحدد لي المخرج بتاعها، يعني انا مثلا وانا قاعد اتكلم على كلمه جود، جود يعني ايه، يعني جيد، قريتها ازاي، جود جي او او دي، وانا قاعد بستهجاها كده، بستهجاها ازاي، بواسطه السوبرا مارجنال جايرس. السوبرا مارجنال جايرس دي بتكون عباره عن شورت تيرم ميموري، يعني ايه، ذاكره قصيره جدا، علشان استهج بيها الكلمه افتكر الكلمه بتتكتب ازاي، فهي كده بالظبط. فاحنا عندنا السوبرا مارجنال جايرس بتساعدنا ان احنا نحدد عندنا السبيلنج بتاع الكلمه.
وبعد كده اقوم جاي رايح موديها للهاند سكيلد اريا. الهاند سكيلد اريا تخطط عندنا للحركات بتاعه الايد اللي هتتحرك بيها عشان تكتب الحروف، والبرايمري موتور هي اللي هتنفذ. يبقى البروكس والهاند سكيلد اريا وظيفتهم بس ايه يا جماعه؟ وظيفتهم ان هي بتحدد البروجرام اللي انا بخطط، والبرايمري موتور هي اللي بتعمل عندنا الحركات علشان تنفذ عندنا الخطه اللي محطوطه. هنبدا بقى دلوقتي نربط عندنا السايت بالفانكشن عشان نرجعهم هما الاثنين مع بعض. عندنا اول حاجه دي البرايمري فيجوال اريا، دي عندنا الفيجوال اسوسيشن اريا، عندنا دي اللي هي البرايمري اوديتوري، عندنا الاسوسيشن اوديتوري، عندنا الفيرنكس، عندنا السوبرا مارجنال، عندنا الانجيولر، عندنا البروكس. البروكس بتكون على الجوانب بتاعت حاجه اسمها الاسندنج ريموس. يبقى انا عشان اربط السايت مع بعض، هل ربنا حط الاريا دي يعني عبثا كده؟ يعني حط هنا وهنا وهنا، يعني راح جاي موزع كده، الحته دي هتبقى بروكس، الحته دي هتبقى ما اعرفش ايه، الحته دي هتبقى ايه، بشكل عشوائي، ولا الترتيب المكاني بتاعهم مفيد علشان الباثوي اللي احنا قايلينه او المسار اللي احنا مشينا فيه؟ نحكي كده المسار كام مره. احنا كنا بنقول لو في حاجه انا شفتها، حاجه مثلا مكتوبه، هعملها استقبلها بواسطه العينين بتوعي، وبعد كده العينين هيوديهم عند المين؟ هيوديهم للبرايمري فيجوال اريا. البرايمري فيجوال تقوم جايه ايه؟ مستقبلها بس شايفاها كانها زي اي حاجه تانيه، عشان تفرق ان دي عباره عن كلمات هتفرقها بواسطه الاسوسيشن اريا. بعد كده احنا قلنا عندنا الفيرنكس عشان تستقبل عندنا الكلام، لازم اول حاجه ناخد الكلام ده اللي هو اللي احنا شايفينه نحوله لصوت، هنحوله بواسطه الانجلر. الانجلر هتقوم جايه بعد كده موديها عندنا لمين؟ للفيرنكس. طب لو حاجه انا سمعتها هسمعها بواسطه البرايمري اديتري، والبرايمري اديتري هتوديها للاسوسيشن، والاسوسيشن هتروح على طول على الفيرنكس. شايفين يا جماعه الترتيب؟ المكان كله جنب بعضه، احنا شايفين نفس الحركه اللي احنا قلناها بالظبط. يبقى احنا عندنا الباثوي اللي احنا مشينا فيه ده مش اعتباطي، لا ده بالمسار بتاعهم. شايف عندك البرايمري اديتور هنا، وراها الاسوسيشن، جنبها الفيرنكس على طول، لان انا مش محتاج افصل، عشان كده حطيناها جنبها على طول. شايفين من هنا لهنا، من هنا لهنا، عشان يكون الموضوع في اسرع ما يكون، بحيث ان انت عمليه الكلام والفهم والاستيعاب تكون في اسرع حاجه. شايف دخلت هنا، راحت هنا، دخلت هنا، يعني في ثواني، عشان كده العمليه بتكون سريعه. يبقى الترتيب بتاعهم او الاماكن بتاعتهم مش اعتباط، ده ليها علاقه عندنا بالفانكشن. ادي البرايمري هي للبره، وبعد كده دخلت في الاسوسيشن، بعد كده جنبها الانجولار على طول، ما الانجولار كمان مكمله في الحته دي اهي، ادي انجولار راحت على الانجولار على طول. شايف جنبها على طول، ومنها راحت على الفينكس. شايفين احنا قعدنا نلف يمين وشمال وفوق وتحت؟ لا ده الدنيا ماشيه في مسار مستقيم لانهم كلهم جنب بعض، فكده يعتبر ربطنا السايت مع الفانكشن. طيب وبعدين بقى انا لما احب ان انا اكتب الحاجه دي هعمل ايه؟ لما احب اكتبها هوديها للهاند سكيلد اريا، يبقى اخدها من الفينكس اوديها اول حاجه على السوبرا مارجينال علشان احدد السبيلنج بتاعها، وبعد كده اقوم جاي رايح موديها على الهاند سكيلد اريا. الهاند سكيلد اريا دي بتكون جزء من البري موتور اريا. بتكون موجوده فين؟ احنا عارفين احنا عندنا البرايمري موتور اريا هي بالشكل ده. كنا بنقول هي الموتور هيمونوكلاس بيكون متقسم ازاي؟ بيكون كنا بنقول ان احنا عندنا اللسان هو اللي تحت، بعد كده الفيس، بعد كده الهاند، بعد كده بيكون موجود عندنا الارم والفور ارم، ونكمل عندنا بقى في الايه والترانك والكلام ده كله، وبعد كده نكمل عندنا في الميديال سيرفيس. احنا يهمنا في ايه يا جماعه؟ ان برضو الاماكن بتاعتهم مفيده بالنسبه لي. عندنا البروكس اريا بتكون موجوده قصاد اللسان والفيس، علشان انا لما باجي اتكلم بتكلم بايه؟ بتكلم بلساني، فهي بتحط عند البروجرام وتقوم جايه رايحه موديها للسان على طول. عشان كده مكان البروكس اريا جنب اللسان، جنب البري موتور على طول، عشان تمشي من هنا لهنا. شايفين احنا مش بنضيع وقت؟ انا لما بحب اتكلم بقوم جاي جايب من البروكس رايح على طول، مسار مستقيم، الاثنين جنب بعض، جيران لازقين في بعض. طب لو حبيت ان انا اروح اكتب هقوم جاي رايح مديه الهاند سكيلد اريا. الهاند سكيلد اريا بتكون موجوده هنا جنب مين؟ جنب الهاند على طول، قصاد الهاند. عشان كده حتى الانفيرتد مانر، حتى البادي ريبريزنتيشن اللي موجود عندي في البرين كله مش مترتب عبثا، لا كله محطوط جنب بعضه علشان العمليه تتم في اسرع وقت ممكن. شايفين هي دي عظمه الخلق، ان انت عندك البرين ما هوش حاجه محطوطه عبث، ما كلش مش كل حته محطوطه ومرميه في اي مكان، لا كل واحده جنب الثانيه. البروكاس جنب اللسان عشان دي اللي هتتكلم، الهاند سكيلد اريا جنب الهاند عشان هي اللي هتروح لها، الفيجوال اللي هي الفيجوال اسوشيشن اريا موجوده جنب الانجلر عشان يحول عند الصوره الى صوت. فهي كده بالظبط يا جماعه، كل الحاجات دي يعني لو انت ما شفتش التربيطه دي هتحس ان الدنيا ملخبطه، بس دي بتساعدك على الفهم، وتساعدك على فهم العظمه اللي موجوده عندنا في الخلق. اخر نقطه هنتكلم عليها، نتكلم عن الليجن. الليجن يا جماعه بيحصل عندنا في البرين غالبا نتيجه للستروك. ستروك معناه ايه؟ بيكون جلطه، يعني نتيجه الخبطات والحاجات دي بتكون نادره قوي، ان الشخص بيعمل حادثه كم مره، بيعمل معرفش ايه كم مره، لكن الجلطه ممكن تحصل في اي ثانيه، ربنا يعافينا. فبالتالي الليجن اللي بتحصل عندنا بتحصل نتيجه للجلطه. لك شخص مثلا حصل له جلطه في معرفش ايه في الحته مثلا اللي متشاور عليها في الصوره ديت،
ايه اللي هيحصل عندنا؟ فانت تعرف ان الحته اللي متشاور عليها في الصوره دي هي اللي حصل فيها ليجن، فاحنا جايبينها لكم بنفس الشكل اللي قصادكم. قال لك ان احنا زي ما احنا قلنا راجع كده الكلام مع بعض، عندنا نون لانجوج اريا وعندنا لانجوج اريا. نون لانجوج عندنا البرايمري فيجوال وعندنا الاسوسيشن فيجوال، عندنا البرايمري اديتوري والاسوسيشن اديتوري، عندنا اللانجوج عندنا الفيرنكس البروكاس عندنا السوبرا مارجينال وعندنا الانجولار. ابدا اول حاجه الليجن اللي حصل عندنا في النون لانجوج اريا، يعني لو شخص مثلا عنده ليجن في الفيجوال اريا، يعني الشخص ده ما بيشوفش، عنده بلايندنس، يعني ايه؟ يعني عمى، ما هوش شايف قدامه، فطبيعي اي حاجه مقروءه قدامه مش هيعرف يقراها. يعني بيكون عنده حاجه اسمها ايه؟ بيكون عنده اسمها فيجوال افيزيا. كلمه افيزيا اي ليجن بيحصل عندنا ليه علاقه باللانجوج بنسميه افيزيا. لكن الشخص ده اللانجوج اريا ملهاش ذنب، اللانجوج اريا شغاله زي الفل، بس هو اللي مش شايف، عشان كده مش هيعرف ان هو يشوف عندنا الكلمات المكتوبه. طيب لو شخص مثلا عنده صمم، فبالتالي اي حد هيجي يتكلم معاه مش هيعرف ان هو يسمع من الاساس، ملهاش علاقه باللانجوج اريا، عشان كده بيسموها auditory aphasia او deafness اللي هو الصمم. طيب نخش بقى في الاهم معانا اللي هو الايه، اللي هي اللانجوج اريا اللي معانا. عندنا الفيرنكس اريا، لو شخص مثلا حصل عنده ليجن في الفيرنكس اريا، ايه وظيفه الفيرنكس اريا؟ الفيرنكس اريا وظيفتها ان هي بتفهم، بتعمل اناليسيس الساوند، وكمان بتفهم، بتدينا الفكره او الكلام المنظم اللي احنا هنقوله، يعني احنا المفروض نقوله زي ما احنا قلنا ازيك عامل ايه، فانت ترد تقول الحمد لله اللي قالت لنا ان احنا نقول الحمد لله. هي دي مين؟ هي دي الفيرنكس اريا. فبالتالي الشخص اللي بيكون عنده ليجن في الفيرنكس اريا بيكون عنده difficulty to understand الايه الساوند او الحاجات اللي وصلته، سواء من ناحيه الفيجن او من ناحيه هيرنج، ما هو مش عارف يفهمها، هي بالنسبه له خلاص وصلت له بس هو مش عارف يفهم الحاجه دي نتيجه للليجن اللي موجود فيها. وبالتالي برضو الكلمات او الحاجات اللي هو هتطلعها هي كمان هتكون مش مفهومه، لان طالما ما فهمتش مش هفهم. طيب بالنسبه بقى للكلام بتاعه، هل هو يعرف يتكلم؟ قال لك اه ده بيتكلم بطلاقه، عشان كده بيسموا نوع الافيزيا اللي بتكون نتيجه للليجن اللي موجود عندنا في الفيرنكس اريا بيسموه فلوينت افيزيا. الشخص ده بيكون عنده افيزيا بس الافيزيا دي بطلاقه، يعني تلاقي الشخص قاعد يتكلم 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 يتكلم، يقول كلام كتير قوي، بس تعرف كل الكلام ده ملوش معنى، كيشا ميشا فيشا ريشا، قاعد يقول اي هبل وخلاص. هي دي كده بالظبط، بيتكلم بيقول اي كلام بس بيتكلم بطلاقه، بيتكلم بطلاقه بس الكلمات اللي هو بيقولها ملهاش اي معنى، يبقى عشان كده سموه فلوينت افيز، ان الشخص هنا بيتكلم بطلاقه بس الكلمات ملهاش اي معنى خالص. طب لو شخص مثلا عنده ليجن في البروكاس اريا، قال لك الحته دي بيسموها نان فلوينت افيز. ليه؟ قال لك اللي بيكون عنده ليجن في البروكاس بيكون الكلام بتاعه ايه؟ بطيء، لان احنا عارفين ان البروكاس هي اللي بتروح مثلا للتانج وبتروح مثلا للعضلات بتاعه الماوس تخليك تحرك بقك او تحط البروجرام اللي انت هتمشي بيه. فانت لو عندك البروكاس بايظه، لو كان الليجن ده مايلد يعني في حته شويه منها شغاله، هتلاقي الشخص ده قاعد يتكلم بس بيتكلم ببطء وبيطلع الكلمات بالعافيه. طيب احنا كنا بنقول بروكاس اريا عباره عن اثنين، عباره عن اريا 44 واريا 45. 44 دي المهمه في اللانجوج برودكشن، قلنا اللانجوج برودكشن هتكون ايه؟ هتكون ضعيفه، هيكون هيتكلم ببطء. طب بالنسبه للجرامر، هل هو هيقول كلام بجرامر؟ قال لك لا، تكون الكلمات مش مرتبه، زي ما احنا قلنا العربيه يركب احمد، يعني اي كلام وخلاص، بيقول الكلام بصعوبه وبيكون الكلام مش مرتب بشكل صحيح، لكن هو عارف يفهم الكلام. يعني انا وانا بكلمه هو فهمني بس عايز يرد عليا يعني، بس مش عارف. طب هيرد بايه؟ قال لك لو جمل بسيطه هيرد عليا بيها، بس هيرد عليا ايه؟ ببطء، هيتكلم ببطء وما يعرفش يرد عليا غير بالجمل البسيطه اللي هي التركيب اللغوي بتاعها بيكون بسيط وسيمبل. فبالتالي سموه ايه؟ لان الشخص هنا مش بيتكلم بطلاقه، بيتكلم ببطء ومش عارف وبيطلع الكلمه بالعافيه، عشان كده سموها نون فلوينت افيزيا. طيب قال لك بقى ان احنا عندنا لو حصل عندنا ليجن في الانجولار جايروس، الانجولار جايروس كانت وظيفتها ايه يا جماعه؟ وظيفتها ان هي بتحول عند اللي انا بقراه تحوله الى صوت عشان الفيرنكس تعرف تفهمه. فانا لو عندي ليجن في الانجولار جايروس، الحاجات اللي انا بقراها مش هعرف افهمها. طب نوع الافيزيا هنا بيسموها ايه؟ بيسموها انوميك افيزيا. طيب هل الشخص ده يعرف يسمع الحاجات؟ يعني لو شخص بيتكلم معاه يقدر يفهمه عادي كده؟ قال لك اه، لكن هو ما بيعرفش، بس يعني الخلل الموجود عندنا على حد الكلمات المكتوبه، المكتوب ما يعرفش يفهمه، لكن لو شخص بيتكلم معاه هو من حيث الساوند صوت لصوت لصوت هتلاقيه بيعرف يفهم الحاجه دي ويستوعبها بشكل كويس. طيب قال لك بقى ان احنا عندنا في نوع رابع عندنا من الافيزيا اسمه جلوبال افيزيا، ده بيكون نوع مشترك، يعني انت ممكن يكون شخص عمل حادثه واثرت على البروكس
روكس، واثرت كمان على مين؟ واثرت على الفينكس. هما الاثنين مع بعض، هما الاثنين الحاجه اللي بتكون مشتركه بين هو فلوينت ونون فلوينت، يعني كله بايظ على بعضه كله خلطبيته كده، بيسموها جلوبال افيز. عشان كده انا هحطها لكم باللون البينك وباللون الازرق. هي دي انواع الافيزيا اللي موجوده معانا. في عندنا برضو لو شخص مثلا حصل عنده ليجن في السوبر مارجن، فبالتالي مش هيعرف ان هو يكتب الكلمات بسبيلنج. هي دي الليجن اللي موجوده عندنا في البيبي، لازم نكون عارفين الاسامي دي كويس جدا. الاسامي مش موجوده في الكتاب، واكتبوها قدام كل واحده لانها مهمه جدا، وبتيجي في الام سي جي وبتيجي كمان في الاساي، يقول لك اكتب لي الانواع بتاعه الافيزيا، فانت لازم تكتبها له بالشكل ده، تقول له فلوينت ونون فلوينت وجلوبال، وكمان تكتب انوميك افيزيا. وبكده نكون خلصنا بارت 5 عندنا في الفيسيولوجي اوف سيريبرال كورتكس. اتكلمنا عن اللانجوج ايريا بالتفصيل، ذاكروه كويس، هي واول اربع اجزاء ذاكروها كويس جدا، عشان باذن الله في الجزء الجاي هو اخر جزء عندنا في المحاضره، وهنتكلم فيه عن الام سي كيو، ونشوف ازاي بتيجي طريقه الامتحان، وناخد كمان اسئله علشان نمرن نفسنا على الاجابه، ولما يجينا السؤال في الامتحان ما نكونش مخضوضين من شكله.